المشكله الكبيره اللي صايره من المال. الفور المال يبعثونا فيه زيرو كلوز. اقسم بالله العظيم تسب الشغله يخرج وياك والله لهنا في الدندير. انا خذيت مشكله في حينا خاطر الاحياء الشعبيه راهو مش ياسر يتصوروا ومش ياسر نحكيوا عليهم، نحكيوا عليهم كان معناها كيف فما كارثه صارت في وسطهم. ما نتصورش انه مواطن في حي التضامن ولا في سيد حسين يهمه برشا عركه بين زوج نواب في 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 مجلس النواب، اكثر ما تهمه القمه اللي محلوله قدام داره اللي نهار كامل وهي فايز عليه. معناتها يلزمك معناها توقف كهربتي قدام الفرماسي وتروح بزدياك. الماء معناها فما مترو عادي تلقاه، فهمتي؟ تدخل تشوف الطرقات غير عاديه جمله. وقت نقولوا ما زيرو كلود هي راهي عباره جنايه في القانون التونسي. تونس ماهيش كان سيدي بوسعيد قمر والمدينه العربي، تونس هي زاده حي التضامن الملاكين ودوار هيكل. عاملين خاصه عبو خلك هذاك منظر حي التضامن، ما تنساش الزغلات نصلي يعني هي من بين الحي. L'importance de la société civile, surtout des jeunes, de devenir partie des solutions de ces problèmes. En 2021, il y a des gens qui sont en train de se faire en sorte qu'ils ne soient pas en train de se faire.